خير ان شاء الله يا حاج. عايزني اتنازل لك انت كمان؟ ايوه بس في الحلال، انا جاي طالب يدك. زغرات يا عروسه. والطلاق امتى ان شاء الله؟ بعد الانتخابات ها؟ اعوذ بالله من لسانك يا اخي، ده انا هعديها 50,000 جنيه شبكه و100,000 جنيه مهر، ومستعد اكتب لك 200,000 جنيه مؤخر صداق. بس انت متجوز اتنين يا حاج؟ وماله، تبقي التالتة، وعلى رأي المثل التالتة تبتة. بس دي مخطوبة حد، ولا انت شايف ايه؟ تتنازل عنها وعوضك، يكفيك 100,000 جنيه خلو رجل. ترضاها انت على روحك؟ ربنا غفور رحيم يا اخي. ثم انا ههديها، ههديها الى الطريق القويم بإذن الله. رأيك ايه يا اخت عديلة؟ قلت يا عروسة. سيبوني افكر احسبها. فكري فكري على مهلك وخذي راحتك، ودول 100,000 جنيه، وبكرة بإذن الله لما تقولي نعم هيوصلك الباقي. السلام عليكم. ده الراجل المتخلف ده 120,000 من غير جواز، و150,000 بالجواز، ده غير المؤخر والهدايا. تبقى واقفة الجوازة بكام كده يا عدولة؟ يا عديلة، ده احنا هنتجوز وهتاخدي فوق كده 100,000 جنيه كمان. وانا ايش عرفت؟ مش يمكن متفق مع واصل على اكتر من 100 ومخبي عليا؟ الله، اما انت شكاكة وقلبك اسود. صحيح بقى انا حسرقك يا بنت صندوق؟ ما تجيبش سيرة ابويا على لسانك يا ابن عزيزة. ليه الغلط ده؟ طيب لا، ده انت قليل الادب وعايز اللي يربيك. انا برضه عايز اللي يربيني. ليها بخت وناس ليها مهيطل. يا رب يا رب ارزقهم، يا رب ارزقهم لحد ما يزهقوا ويملوا يا رب. انا مستنيك على التليفون من الصبح. بقول لك ايه، احنا بصراحه بقى جالنا عروض عشان نتنازل احسن من العرض بتاعك بكتير. ثانيه واحده، جبت الديك عشان عدول ها؟ كله تمام. والحاجات والفقد والموز والقد كله تمام. شكرا. عشان ايه؟ شكرا شكرا.
هو احنا طالبين كام عديلة؟ 6 مليون يا بيه. احنا بصراحة طالبين 6 مليون يا دكتور. لا 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 مش كتير ولا حاجة، أصل أنا كمان بتفائل بهذا الرقم. ما تنساش كمان إن مفيش وقت، الانتخابات قربت. أنت تجمع بقية الزملاء واللي هيدفع أكتر هيبقى حلال عليه. لا المبلغ بتاعك بقى هنعتبره إيه؟ يعني زي ما تقول كده يعني إيه رهن أو مش رهن، يعني أمانات. بالظبط كده. لو ما رسيش العطا عليك هندفعهم لك. ماشي يا دكتور. نتقابل قوي قوي، الساعة كام؟ 12. فين؟ ماشي يا دكتور. ماشي. أنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي. وأنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي. لا 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 يا حاج فتح الله، انسى موضوع الجواز ده خالص. انا مستعدة اتنازل لك بشرط تديني المبلغ اللي قلت لك عليه. خلاص اتفقنا. الليلة دي الساعة 12. وعليكم السلام. بالحق يا بخيت، مش واجب برضو ندي التجار خبر ان احنا هنتنازل عشان يعملوا حسابهم؟ لا 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 لا، احنا ناخد الفلوس ونسافر ونتصل بيهم بعدين. الحق فكرتيني. ايه؟ ريسبشن، من فضلك احجز لي طيارة خاصة بكرة للقاهرة. شكرا. في صحتك يا بخيت. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء، ونقدم المصري هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في التنازل بتاعنا اهو، ناقص على اسم صاحب النصيب اللي هيسلمنا الفلوس هنكتب اسمه. احنا ما بنقبلش شيكات، الدفع كاش. جبتوا الفلوس؟ الفلوس في العربيه. والتامين بتاعك اهو، هم بس ناقصين كام الف، يعني زي ما تقول كده مصاريف ودمغات. نفتح المزاد؟ نفتح المزاد. نقول 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون جنيه. 5. هنقول 5 مليون. 5 مليون جنيه. ها؟ الباشا قال حاجة؟ الراجل الطيب قال حاجة؟ طب 4. ماشي 4. 4 مليون جنيه. نخليهم 3 مليون. ماشي زي الست ما قالت. 3 مليون جنيه. هشال حاجة؟ 3 مليون.